وينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من أربيل مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام، الإعلان عن تحليل الموصل الكامل أصبح قريب جدا، بحسب المعلومات التي تصلك من الداخل من القادة على الأرض، إلى أين وصلت عملية التطهير؟ ما تطورات الساعات القليلة الماضية؟ نعم، بالفعل معركة الموصل ومعركة الجانب الغربي منها تعبير الموصل القديمة شرفت على الانتهاء. من الممكن أن نقول أنه المتبقي بالفعل على وعلى الأرض هو منطقة أو مربع صغير لا يتعدى أقل من 50 متر مربع، هو جزء ما بقي مسلح داعش أو قليل منهم يتحصنون فيه، وهي منطقة تسمى دراج البلدية أو المنطقة المحيطة بها المحاذية لها. هذا المربع هو المربع الأخير الذي تحاول قوات مكافحة الإرهاب من العمليات الأولى السيطرة عليه في الساعات القادمة، ومع تحرير هذا المربع المتبقي سوف تكون بالفعل الموصل القديمة والساحل الغربي لمدينة الموصل والموصل بشكل كامل قد تم تحريرها من سيطرة داعش. مثلما ذكرت أيضا قوات الشرطة الاتحادية واجبها بالفعل وصلت إلى حافة سهر دجلة على اليوم، وهي الآن هناك احتفالات في هذه الأثناء. الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع تجري الآن استعرارا عسكريا في قرب منطقة الدواسة احتفالا باكمال مهمتها والسيطره على الجزء الذي كان مكلفين به. المتبقي هو جزء صغير من قوات المكافحه الارهاب تتقدم نحوه، نعم. ولكن هناك اعمال مستمره، اعمال التطهير لا زالت مستمره في المناطق التي تم تحريرها خلال الايام الماضيه. الموصل القديمه والمنازل في الموصل القديمه هي تحتوي على سراديب وهي منطقه عشوائيه، نعم. كثافه بناء عاليه، الكثير من مسلحي داعش والعديد منهم ربما نقول لا زالوا متخفين وليس متحصنين، هم تركوا اسلحتهم وحاولوا الاختفاء والتخفي عن القوات العراقيه. طيب وسام، القوات العراقيه تحاول تطهير نعم وسام، ماذا بالنسبه للمدنيين؟ هل تم انقاذ عائلات جديده اليوم؟ هل من اعداد لبعض الاشخاص استطاعوا ربما الفرار من تبقوا من مقاتلي داعش في المناطق المحاصره؟ نعم بالفعل، المدنيين هذا النهار كان اعداد المدنيين الذين تمكنوا من الخروج وهم اخر المدنيين المتبقين بالفعل، كانت اعداد قليله قياسا بالايام الماضيه. يوم امس واول امس شهد نزوح كبير للعوائل الذين كانوا لا زالوا محاصرين داخل الموصل القديمه، ليس هناك اعداد كبيره متبقيه، يمكن ان نكون بالالاف بالمئات عفوا حتى المربع. هناك مدنيين يسكنون بالقرب من هذا المربع الاخير الذي يسمى دراج البلدية، هناك مئات العوائل فقط لا زالت باقية. نعم، تحرير هذا المربع سوف يكون كل المدنيين بالفعل قد تم تحريرهم، ونحن القوات العراقية لا زالت أثناء عمليات التطهير. هناك نعم بعض المدنيين لا زالوا محاصرين داخل المنازل وداخل بعض المربعات الذي تم ضربها من قبل نعم. شكرا لك على هذه المداخلة وسام يوسف مراسل الأخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل، شكرا جزيلا لك.